التشوروس الأسباني هو عبارة عن وجبة خفيفة طعمها حلو جدا، منتشرة في أسبانيا والمكسيك وأمريكا، ومنتشرة كمان في فرنسا. عبارة عن شرايط كده مقلية من العجين شبه بلح الشام جدا، بيسموه المشبك الأسباني، ولكن طعمه يجنن، خفيف وسهل وبسيط، مش محتاج تعقيد، مش محتاج حنتفة زي بلح الشام بتاعنا. منتشر جدا في أمريكا هنا، بيبيعوه في كل حتة، بيبقوا عاملين كشك صغيرة بيحمروا فيه يحطوه في القرفة والسكر كده والناس تاكله سخن. هنعمله النهارده في خطوات بسيطه جدا، متاكده ان بعد الفيديو ده هتقوموا تعملوه كلكم، اللي ما جربوهوش اكيد هيقوم يجربوه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي ناديه، ما تنسوش تشتركوا في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج كسرولة معدن او حله معدن، يفضل تكون حاجه معدن، وهنحط فيها نص كوبايه من الميه ونص كوبايه من الحليب، يفضل كامل الدسم. هنحط عليهم 8 معالق كبيرة من الزبدة او نص كوباية من الزبدة، ومعلقة كبيرة من السكر، ونص معلقة صغيرة من الملح. هنقلب كل الحاجات دي على نار متوسطة لحد لما الزبدة تسيح ويبتدوا يغلوا. اول ما يغلوا هنطفي النار ونرفع الحاجة دي كلها من عليها، ونحط عليهم كوباية من الدقيق، دقيق العادي، ونقلب بس الدقيق كده معاهم لحد لما يتشرب السوائل كلها، وبعد كده نرجع نحطهم على النار تاني. وبعد كده هنسوي الدقيق ده على نار متوسطة لمدة دقيقتين كاملين، وفي الدقيقتين دول هنستمر في التقليب زي ما انتوا شايفين كده لحد لما تحسوا ان هو استوى. وهتعرفوا ان هو استوى لما تشوفوا تحت، شايفين طبقة كده من الطحين لازقة تحت في الكسرولة او في الحلة، هي دي اللي بتبين ان هو استوى تمام، وان هو كده وصل لمرحلة تمام، وبقى كله كتلة كده مع بعضه طرية كده، هو اوكي. بعد كده انا حطيته في طبق عشان خاطر يبرد خالص، ضربته بالمضرب الكهربائي علشان اساعد العجينه انها تبرد بسرعه. وبعد كده ضفت عليهم بيض ساقع، 4 بيضات ساقعين، بيضه هنضيف البيضه ونضربها كويس جدا لحد لما تتخلط تمام، وبعد كده نضيف البيضه اللي بعديها وهكذا. اهم حاجه ان البيض يكون ساقع. ونفضل نضرب العجينة دي لحد لما نحس ان العجينة بدأت تجمد وبقت ناعمة وماسكة نفسها. هتلاحظوا انها بدأت تتسلق المضرب كده، وبقى شكلها عجيب كده، عمالة تطلع لفوق كده، خلاص هتاكل المضرب كله. في المرحلة دي كده يبقى العجينة تمام وتقدروا توقفنا. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لو رفعتوا السباتولا كده لفوق تحس ان هي بتعمل منقار كده في العجينة، يعني تاخد شكل كده منقار طري، مش منقار ناشف قوي كده، هي تمام. وبعد كده هنحطها في كيس حلواني، مستخدمه النجمه اللي انتوا شايفينها دي، هنملا يعني 3 ارباع الكيس مش الكيس كله، ونضغط ونقفله كده. وبعد كده هنجهز الخليط بتاع القرفه والسكر. هنحتاج نص كوبايه من القرفه وعليها معلقه نص كوبايه من السكر وعليها نص كوبايه من السكر وعليها معلقه صغيره من القرفه. وبعد كده هنقلبهم مع بعض كويس، وده الخليط اللي بنغلف بيه التشوروس بعد ما يطلع من الزيت، او بعد ما يطلع متحمر ويطلع من الزيت بنحطه فيه السكر والقرفة دول. الزيت لازم يكون سخن، يعني على نار متوسطة، ولكن هو يكون سخن. هنحط بقى التشوروس كده بالقمع كده ونقصه بالمقص على طول. هو ميزته ان هو مش محتاج حنتفة كتير زي بلح الشام بتاعنا، لازم يطلع شكله مظبوط واشكاله مستوية، لا عادي، هو ممكن اهم حاجة يبقوا اشكال نفس الطول، يعني سهل خالص، مش محتاج مجهود ولا محتاج حاجة، ويطلع شكله حلو في الاخر، ويطلع شكله جميل. هياخد دقيقة ونص من كل ناحية، يعني هنسيبه على كل ناحية تقريبا دقيقة ونص. اول ما تلاقوه اخد لون كده تقلبوه على الناحية التانية، وهنحمره برضو من الناحية التانية لمدة تقريبا دقيقة ونص او لحد لما ياخد اللون. وبعد كده هنطلعه على ورق مناديل علشان خاطر يشرب الزيت بتاعه، او على مصفى، وهكذا لحد لما نخلص العمليه كلها. حطوا المقص في الزيت قبل ما تقصه علشان خاطر ما يلزقش في العجينه زي ما بنعمل في بلح الشام بالظبط. وبعد كده بقى على السكر والقرفه بتاعنا، وهو سخن كده او هو دافي يعني، يدوبك يتصفى بس من الزيت، ونحطهم على السكر والقرفه على طول. طبعا هو بقى بيتاكل مع صوص شوكولاته، مع صوص كراميل. هحط لكم اللينك بتاع صوص الكراميل وبتاع جناش شوكولاته، عملناه كذا مره في كذا فيديو علشان خاطر ما نطولش عليكم الفيديو، انتوا ممكن تشوفوا صوص الكراميل بيتعمل ازاي، وجناش شوكولاته عملته كذا مره، هحط لكم اللينكات اللي فيها جناش شوكولاته كلها، وتقدروا ان انتوا تقدموه مع صوص شوكولاته او مع صوص كراميل او لوحده كده. طبعا خفيف ولذيذ وجميل، والله فعلا مش هياخد منكم وقت، انا متاكده ان انتوا بعد الفيديو ده ممكن تقوموا تعملوا وتجربوه،
وتاكلوه وبعد كده تبعتولي. وبس كده خلصنا تشورز الاسباني. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله المره الجايه في فيديو جديد.